من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، ومن القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك لانا، هل تنقل لنا الأجواء الآن في القدس والأوضاع الأمنية أيضا؟ نعم، نظرا لأن العملية كانت في ساعات الصباح وبذلك يعود الهدوء الحذر في القدس، ولكن التوترات بالفعل ما زالت موجودة في القدس. نتحدث عن انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية تحديدا في البلدة القديمة أيضا، ومن المتوقع أن يكون هناك أيضا تضييقات كبيرة غدا يوم الجمعة خلال صلاة الجمعة. بطبيعة الحال يكون هناك بالفعل انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية، وهذا ما شاهدناه منذ بداية العدوان على قطاع غزة أيام الجمعة، انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية خصيصا على أبواب المسجد الأقصى. يكون هناك تفتيش مكثف لكل من يدخل إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. أيضا بالنسبة للأعداد والأرقام بأيام الجمعة بشكل طبيعي قبل بدء العدوان على قطاع غزة، كان عدد المصلين يتجاوز 50,000 مصلٍ في أيام الجمعة، ولكن اليوم منذ بدء العدوان في أيام الجمعة بتنا نشاهد أن الأعداد فقط تقتصر على 5,000 مصلٍ، وبالتالي الشبان وأعداد كبيرة من المصلين يحاولون أداء هذه الصلوات خارج المسجد الأقصى وحتى خارج الأسوار القدس، وحتى أيضا يكون هناك اعتداءات كبيرة عليهم من قبل القوات الإسرائيلية، أما بالضرب أو حتى بإطلاق الرصاص المطاطي وأيضا عبوات الغاز ورش المياه العادمة على المصلين، ويكون هناك بالفعل مواجهات في عدد من البلدات في القدس، وبالتالي من المتوقع أيضا أن نشهد توترات غدا. اليوم أيضا كان هناك توترات، القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت بلدة سور باهر في القدس، وهو مكان أو منزل منفذي العملية في مستوطنة راموت في القدس، التي أسفرت صباح اليوم عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين، وبالتالي كان هناك بالفعل محاولات إلى إغلاق منازلهم تمهيدا لعملية الهدم، وهذه هي السياسة الإسرائيلية بطبيعة الحال، تقوم بهدم منازل منفذي العمليات.